الملكي. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز السفير المعين لجمهورية سويسرا فيصل بن فرح سمو الأمير فيصل فرحان بن عبد الله السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية والسفير المعين لدى جمهورية السنغال فيرد الدوسري والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام وسعود بن سويلم والسفير المعين لدى جمهورية البرة الاتحادية علي باهيثم والسفير المعين لدى جمهورية ساحل العاج عبد الله السبيعي والسفير المعين لدى جمهورية غانا مشعل الروغي والسفير المعين لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سامي بن جميل عبد السلام عبد الله والسفير المعين لدى جمهورية مالي خالد الخالد والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي عبد العزيز عزيز يلتر والسفير المعين لدى جمهورية زامبيا أسامة عيرانشي والسفير المعين لدى اليابان نايف العيادي والسفير المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي دخيل وأهنأهم سمو ولي العهد خمال الاستقبال بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين مؤكدا أهمية العمل على تعزيز دور المملكة العربية السعودية دوليا وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله والعناية بشؤون مواطنينا في الخارج متمنيا لهم التوفيق والسداد. حضر الاستقبال وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.